تحاول فصائل المعارضة السورية التي تسيطر على مناطق في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي التحرك بخطوات استباقية استعدادا للمرحلة المقبلة، إذ تخشى هذه الفصائل من أن تشهد مناطقهم مصيرا مماثلا للغوطة الشرقية بدمشق، مع وجود نحو 360 ألف مدني يقيمون في مناطق المعارضة هناك، خصوصا مع تشابه ظروف المنطقتين المحاصرتين. ومع تصاعد تهديدات روسيا والنظام حاليا لمناطق ريف حمص الشمالي وبدء تحركات فعلية لقوات النظام منذ يومين في ريف حماة الجنوبي، شكلت الفصائل العسكرية هناك القيادة الموحدة للمنطقة الوسطى التي ضمت كبرى الفصائل العسكرية في المنطقة. ووفقا للبيان الصادر بعد تشكيل هذه القيادة، فإن الفصائل المشاركة فيها تسعى لتوحيد كلمتها سياسيا وعسكريا في ظل موجة التهديدات القائمة والتوقعات بتصاعدها في الأسابيع القليلة المقبلة. تعتبر القيادة الموحدة في المنطقة الوسطى الممثلة العسكرية الوحيدة للريفين المحررين. نطمئن أهلنا بأننا سنكون يدا واحدة في سبيل تحقيق ثوابت ثورتنا والصمود في وجه التحديات التي تتعرض لها المنطقة. ويخشى سكان المنطقة الوسطى من أن المرحلة المقبلة قد تشهد بدء عمليات عسكرية واسعة في مناطقهم، وتعززت هذه المخاوف مع دخول قوات النظام قبل يومين لقرى كانت خارج سيطرته في شرق ريف حماة الجنوبي. أما مخاوف عشرات آلاف المدنيين المحاصرين في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية فلم تتبدد حتى اليوم، بل زادت خلال الآونة الأخيرة، وبقي الغموض سيد الموقف حيال مفاوضات تجرى منذ أيام عدة بين الجانب الروسي وفصيل جيش الإسلام حول المصير النهائي لمدينة دوما. ولم ترشح حتى اللحظة معلومات مؤكدة حول ماهية هذا الاتفاق ومآلاته، وهو ما يدفع أوضاع المدنيين إلى مزيد من التأزم والتعقيد. وتيرة التصريحات والتصريحات المضادة من الطرفين هدأت مع استمرار نزوح المدنيين من المدينة إلى الشمال السوري خشية قيام قوات النظام بعمليات انتقام جماعية في حال دخولها المدينة، التي تضم أكثر من 100 ألف مدني من كل أنحاء الغوطة الشرقية.